أهلا بكم وإلى العناوين. الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش على مقر اللواء الثامن في الرمادي، وجهاز مكافحة الإرهاب يحرر حيي السكك والعسكري في بيجي. حزب الله يفجر سيارة مفخخة كانت مجهزة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات في القلمون، ويتقدم والجيش السوري في جرود فليطة. قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية. إحالة أوراق مرسي والقرضاوي وبديع وقياديين من الإخوان على المفتي، وحماس تدين القرار لشموله شهداء وأسرى في سجون الاحتلال. اشتباكات عنيفة شمال عدن، وأنباء عن نحو 30 شهيدا و200 جريح من النساء والأطفال في اشتباكات تعز بعد الهدنة. المرشد خامنئي يتهم أمريكا بالوقوف وراء الإرهاب، ويحذر من أن فقدان أمن الخليج سيطال الجميع. أفاد مراسل الميادين في العراق بأن جهاز مكافحة الإرهاب حرر حيي السكك والعسكري في بيجي من داعش بنحو كامل. إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة عند أطراف المجمع الحكومي في الرمادي، حيث يحاول داعش صد المهاجمين من مقاتلي العشائر والأمن العراقي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع العراقية وصول وحدات من الفرقة الذهبية إلى الرمادي للمشاركة في قتال داعش. إلى ذلك أحبطت القوات الأمنية هجوما لداعش بثلاث سيارات مفخخة على مقر اللواء الثامن في الرمادي. على عدة جبهات تواجه القوات العراقية مسلحي داعش في الرمادي، عاصمة الأنبار تشهد ما عد عنف المعارك منذ دخول التنظيم إلى المحافظة. داعش ألقى بثقله على المدينة فشن عددا كبيرا من الهجمات الانتحارية، بعض منفذيها جاءوا من الرقة بحسب تقارير إعلامية. مدنيون وأطفال استشهدوا، الآلاف نزحوا، المدينة اشتعلت، ما دفع القوات العراقية إلى إرسال تعزيزات إضافية ومحاربة التنظيم في عدة مواقع. الجيش انتشر جنوب شرق المدينة وصد هجمات على ناحية الوفاء غربا وكثف عملياته شرقا. الطيران الحربي استهدف مواقع تمركز المسلحين وأبقى على جسر جوي لنقل السلاح والجنود إلى حديثة. هذه الأخيرة يعتقد أنها هدف داعش التالي مع ناحية البغداد ومصفات باجي، ما لم يبعدوا مقاتلو التنظيم عن الرمادي. قطعت الشرطة والقوات وقوات الفرقة الذهبية وقوات الرد السريع وقوات الشرطة الاتحادية، كلها موجودة في مدينة الرمادي حاليا، ماسكة أماكنها بشكل جيد، تقوم بإعداد الخطط لاستعادة المنطقة التي تم السيطرة عليها من قبل كيان داعش. التطورات على هذه الساحة قد تمثل منعطفا في مسار العمليات في الأنبار. البعض عد تحرك داعش ردا من التنظيم على خسارته مناطق كانت تحت سيطرته. الرمادي صمدت على مدى أشهر، تقدم داعش في المدينة ما لم ينعكس مساره سريعا يعد انتكاسة ليس فقط للقوات العراقية بل للتحالف الأمريكي. 9 أشهر من الغارات بتكلفة 2 مليار دولار و165 غارة في الرمادي لم تنجح في إبعاد مقاتل داعش عن المنطقة. ونبقى في العراق تحديدا من بغداد، ينضم إلينا مراسلنا عبد الله بدران. عبد الله أهلا بك. بعيدة تحرير تكريت، المسؤولون العراقيون أكدوا أكثر من مرة بأنه معركة الموصل أنبار الرمادي باتت وشيكة. ما الذي حدث وماذا يحدث الآن هناك، وكم تبعد الرمادي تحديدا عن العاصمة العراقية؟ نعم سلمى، بالنسبة للرمادي تبعد عن العاصمة العراقية بغداد حوالي 120 كيلو مترا، طبعا بينها وبين العاصمة العراقية بغداد الفلوجة إلى الشرق من الرمادي، وكذلك القرمة التي هي بيد القوات الأمنية العراقية، والخط الدولي الذي يعتبر هو خط الصد بين القوات الأمنية العراقية، خط التماس مع مسلحي داعش الذين يسيطرون على الأطراف الشمالية والشرقية من الرمادي. مسلحو داعش يحاولون فتح جبهات مشاغلة بعدما استخدم داعش مقاتلين من سوريا للمشاركة في عمليات التنظيم في الأنبار. الأنبار أكبر محافظات العراق، و
داعش وحاول السيطرة على مراكز رئيسية فيها. الرمادي كانت قد صمدت لحوالي 17 شهرا ولم تسقط بيد التنظيم رغم محاولات التنظيم العديدة بالهجوم والدخول إلى مركز المدينة، لكن استخدام المسلحين وكذلك اعتماد الهجمات بكثافة الهجمات الانتحارية، داعش لم يتمكن من الدخول إلى المجمع الحكومي إلى الأنبار إلى الرمادي مركز المحافظة، لأنه استخدم 9 سيارات مفخخة يقودها انتحاريون حسب المعلومات التي وردت الميادين، وبعد وصول قوات عراقية من الفرقة سوات أو من الفرقة الذهبية أو حتى من القوات الخاصة الذين دفعت بهم القيادة العامة للقوات المسلحة إلى معسكر الخبانية الواقع شرق الرمادي مركز المحافظة، فإن تنظيم داعش يدرك تمام الإدراك بأن القيادة العسكرية إذا ما علمت بأنه ما من خيار آخر قد توجه ضربات لتجمعات داعش داخل الرمادي. الضربات هي عبارة عن قصف لسلاح طيران الجيش وطائرات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتالي علمت الميادين أن التنظيم قام وطلب من أهالي المناطق السكنية المحيطة بالمجمع الحكومي سواء حي 17 تموز أو الجمعية بإخلاء منازلهم من أجل تفخيخها واعتماد يعني خطوط صد لأي تقدم بري متوقع من قبل القوات الأمنية العراقية، خصوصا أن مسلحي العشائر والشرطة الاتحادية كانت اليوم قد حاولت التسلل والدخول والاشتباك مع التنظيم وسط الرمادي مركز المحافظة. الاشتباكات شرقي الرمادي مستمرة في القرمة أطراف القرمة ومنطقة الحراريات. بالنسبة لشرق الفلوجة منطقة الهياكل والتي تعتبر نقطة انطلاق للانتحاريين من تنظيم داعش لشيء هجمات على القوات الأمنية العراقية على مناطق الواقعة إلى الجنوب من الفلوجة شرق الرمادي، كانت تنظيم قد سيطر على مقر لفوج عراقي من الجيش العراقي، وتمكن فصيل كتائب حزب الله من استعادة هذا المقر العسكري ودفع مسلحي داعش نحو الهياكل وكذلك باتجاه نهر دواليبة الواقع على نهر الفرات. بالنسبة للتنظيم هو يكرر كما ذكر التقرير جبهات المشاغلة ويحاول توجيه ضربات، خصوصا بعد إعلان جهاز مكافحة الإرهاب أنه حرر حيي العسكري إلى الجنوب من بيجي بين المنطقة الفاصلة بين بيجي وتكريت، فأن التنظيم اليوم كان قد شن هجوما قبل قليل بسيارة مفخخة يقودها انتحاري على المصفات، طبعا اعتمد في تحركه على الصحراء الغربية والأطراف الغربية للمصفات خصوصا هذه المنطقة الصحراوية ولا تزال فيها خلايا مسلحي داعش، وبالتالي حتى الآن حصيلة الهجوم هو 8 شهداء من الشرطة الاتحادية من حماية المصفات. شكرا جزيلا للزميل عبدالله بدران مراسل الميادين، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. إلى سوريا، حيث أفاد مراسل الميادين بأن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري وتنظيم داعش في محيط قلعة تدمر الأثرية، واستخدم تعزيزات من المناطق المجاورة لصد المسلحين الذين شنوا هجوما عنيفا على المدينة. تدمر ساحة وشيكة للاشتباك بين الجيش السوري وداعش عقب مهاجمة المنطقة من قبل التنظيم وسيطرته على السخنة قبل أن يوجه أنظاره نحو المدينة الأثرية التي عرفت بلؤلؤة الصحراء والتي اشتهرت بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية والتي أدرجتها منظمة الأونسكو ضمن لائحة التراث العالمي. الآثار شهدت معارك سابقة أدت إلى بعض الخراب الجزئي عام 2013. لم يختلف تكتيك داعش في المباغتة والمفخخات الانتحارية في مهاجمة المنطقة التي لا تملك أي أهمية عسكرية باستثناء سعي داعش لدخول المدينة الأثرية ونهب محتوياتها أو تدميرها على غرار ما كان مصير كل المناطق الأثرية التي وصل إليها في سوريا والعراق. سيطر داعش على قرية العامرية شمال تدمر وارتكب مجزرة راح ضحيتها أطفال ونساء قبل أن يشن هجوما متزامنا على المدينة من أكثر من محور مستخدما سيارة مفخخة تمكن الجيش من تفجيرها قبل أن تصل إلى الحاجز الغربي. مصادر عسكرية تؤكد أن الوضع تحسن في الساعات الماضية وأن الجيش اعتمد الهجوم المعاكس بعد تدعيم نقاطه العسكرية وإحكام الترابط الناري فيما بينها، ولا سيما أن داعش بات في بساتين المدينة الجنوبية وعينه على المدينة الأثرية، لكن الجيش بات يمتلك زمام المبادرة ما قد يمكنه من إيقاف تمدد داعش بحسب المعطيات الميدانية حتى اللحظة. إضافة إلى الأهمية التاريخية الحضرية والإنسانية لمدينة تدمر، يمثل موقعها الجغرافي نقطة ارتكاز أساسية في وسط سوريا. أهمية تدمر الجغرافية والعسكرية في هذا العرض لسارة الحاف.
أهلا بكم. اقتراب داعش من مدينة تدمر اعتبره المعنيون بالآثار خطرا محدقا يهدد واحدة من أقدم المدن التاريخية في العالم، لكن الأخطر من ذلك هو ما تحظى به هذه المدينة من أهمية عسكرية استثنائية. تقدم داعش إليها لا يهدد آثارها فقط، بل يفتح الطريق أمام التنظيم إلى حمص ودمشق، ويمكنه من التحكم في طرق الإمداد إلى دير الزور. محاولات داعش للسيطرة على مدينة تدمر ليست عبثية بالتأكيد، بل تندرج ربما ضمن سياق إعادة توزيع الخرائط في سوريا والعراق. بحسب الخبراء هي محاولة للعمل على ربط محاور من الرقة ودير الزور وريفي حمص وحما، نظرا إلى موقع تدمر الاستراتيجي وسط سوريا. كما أن السيطرة على السخنة سمحت لداعش بقطع خطوط الإمداد عن منطقتي الشاعر وجزل، اللتين تشهدان اشتباكات منذ عدة أشهر وتحتويان على العديد من حقول النفط والغاز. المعارك في محيط تدمر تزامنت مع أعنف الاشتباكات في الرمادي التي يعتمد فيها التنظيم على الهجمات الانتحارية. وكما تظهر الخارطة فأن تدمر قريبة أيضا من محافظة الأنبار، ما يعني أن السيطرة عليها قد تسمح لداعش بمد جسور بين مناطق نفوذه، مع الإشارة إلى قرب هذه المدينة الأثرية أيضا من الحدود الأردنية. داعش أظهر أكثر من مرة محاولته لتأمين قاعدة ارتكاز وسط سوريا من خلال الهجمات المتكررة على حقل شاعر النفطي ومطار T4 العسكري القريب من تدمر. تدمر إذن منطقة استراتيجية عسكريا، إضافة إلى ما تمثله من رمز معنوي لكونها عاصمة لأهم الممالك في الشرق وجوهرة المواقع الأثرية في الصحراء السورية المدرجة في قائمة التراث العالمي. وإلى القلمون، حيث أفاد مراسل الميادين بأن وحدة الهندسة التابعة لحزب الله فجرت سيارة مفخخة رباعية الدفع كانت مجهزة بأكثر من 500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار في معبر الفتلة بالقلمون من جهة جرود نحل اللبنانية. وكان الجيش السوري وحزب الله قد سيطرا على المعبر وعلى كامل سلسلة جبال البروحة، كما سيطرا على كامل جرود رأس المعرة، فيما يواصلان التقدم في جرود فريطة بالقلم. هنا في تلة الخشع ثبتت المقاومة اللبنانية أقدامها ووضعت آلياتها للسيطرة بالنار على مختلف تحركات المسلحين إن كان في جبل البروح أو في طلعة موسى، واستطاعت المقاومة من هذه التلال السيطرة على معبر الفتلة الذي يصل هذه الجرود بجرود إرسال والتي لا زالت تحت سيطرة جبهة النصرة. بعد أن استطاعت المقاومة اللبنانية وكذلك الجيش السوري القادم من الجهة الشرقية السيطرة على هذه التلال، استطاعت التحكم بالنار بمعبر الفتلة، وبالتالي فإن استطاعت المقاومة قطع خطوط الإمداد على المسلحين في جرد عرسال من الجهة الجنوبية. من خلفي هنا في سلسلة جبال لبنان الشرقية نرى تحركات للقوات الراجلة وقوات المشاة التابعة للمقاومة اللبنانية، والتي تتحرك باتجاه خطوط الجبهة لمواجهة جبهة النصرة في الأماكن التي لا تزال متواجدة فيها. لا بد من القول بأن تحركات قوات المشاة هذه سبقها السيطرة على التلال المشرفة على هذا الوادي، وبالتالي تم تأمين هذه التحركات للوصول إلى الخطوط الأمامية من الجبهة. ما يحدث الآن هي عملية تطهير تقوم بها المقاومة اللبنانية في التلال التي سيطرت عليها، هذه التلال التي تقوم المقاومة اللبنانية بتفريغها من العبوات والتشريكات التي وضعتها جبهة النصرة بمختلف التحصينات التي كانت متواجدة فيها. تجدر الإشارة إلى أن المقاومة اللبنانية وبحسب المصادر استطاعت أن تدمر 40 تجمعا للمسلحين، أكبر التجمعات كان يتواجد فيه 300 مقاتل انسحبوا نحو الشمال الشرقي أي باتجاه جرود عرسال.
مواقع التي كانت تسيطر عليها جبهة النصرة تقوم المقاومة بتثبيت مواقعها. أما ما نراه خلف الآن هو عملية التطهير. هذه العملية هي عبارة عن أن قوات المشاة تدخل إلى المناطق المحررة وتقوم بتطهير المناطق هذه مترا بمتر. القائد العسكري الذي شرح لنا هذه العملية أكد بأن المقاومة في كل تلة تسيطر عليها هي تسعى إلى التثبت والتحقق من أن هذه التلة بكاملها بكل أمتارها وكل صخورها أصبحت آمنة وخالية من العبوات والتشركات التي وضعتها جبهة النصرة. لا زالت التحركات العسكرية للمقاومة اللبنانية على قدم وساق في سفوح جبل البروح الذي تم السيطرة عليه. المقاومة اللبنانية أكدت بأنه سوف يكون هناك سيطرة بالنار على مختلف المعابر التي تطل على جرود عرسال، لكن لا قرار لدى المقاومة بالتدخل عسكريا هناك. سليم نصر الدين، علي مرتضى، سلسلة جبال القلمون، الميادين. وبعد تحرير كامل جبل البروح قام مراسل الميادين بجولة في المناطق التي عثر فيها على مخابئ للمجموعات المسلحة. محمد الساحلي. هنا في السفح الغربي لجبل الباروح كانت تعبر السيارات المفخخة إلى هذا المعسكر أو منه أو إليه. كانت المجموعات المسلحة تنقل السيارات المسروقة من داخل بلدات القلمون لتأتي هنا إلى داخل هذه العقدة الواصلة بين جرود الجبي وجرود رأس المعرة باتجاه أحد المسارب الغير شرعية إلى الأراضي اللبنانية. في معركة قمم ومعابر المجموعات المسلحة كانت تسيطر على أعلى القمام. هناك دشم كانت تغطي بعض المعابر الغير شرعية التي تسلكها المجموعات المسلحة للتنقل بين الجرود المختلفة. صعوبة جغرافية في هذه المنطقة. المقاومة والجيش السوري اعتمدوا على تكتيك المشاة في دخول والسيطرة على هذه المعابر. هنا أحد نقاط المبيت التي كانت تستعملها المجموعات المسلحة. نلاحظ المكان الذي كانوا ينامون فيه أسفل تلك الصخرات بالإضافة إلى مكان الطهي. وكانت تستعمل هذه المجموعات المسلحة في التنقل بعض الدراجات النارية لصعوبة المنطقة الجغرافية بصعود آليات إلى هذه النقطة. تكتيكات عسكرية مختلفة استعملها الجيش السوري والمقاومة في حسم هذه البقعة الجغرافية. وما هو مؤكد سيطرة الجيش السوري والمقاومة على أكثر من 300 كيلومتر كانت تحت سيطرة جبهة النصرة. وما تؤكده قيادة العمليات أن الميدان هو من يحدد المستقبل. حسن سكيلي، محمد الساحلي، من جرود رأس المعرة، الميادين. محمد الساحلي نبقى معك وتنضم إلينا من السلسلة الشرقية اللبنانية. محمد، بداية أين تتركز المعركة الآن؟ نعم سلمى، استطاعت المقاومة اليوم أيضا السيطرة على تلتين جدد شمال طلعت موسى تدعى مجنبات طلعت موسى وهي امتداد لهذه السلسلة، بالإضافة إلى القصف العنيف الذي يطال السفح الشمالي والغربي من منطقة صدر البستان وهي تلة أيضا مرتفعة ممتدة لطلعت موسى تطل بسفحها الغربي على السهل الرابط مع جرود بلدة عرسال، بالإضافة إلى إشراف طلعت موسى على جرود بلدة فليطة السورية، حيث أيضا تتقدم المقاومة من الجهة الشرقية والجنوبية مع القصف الذي ممكن أن تطلقه باتجاه هذه الجرود من طلعت موسى، حيث تسيطر هذه الطلعة على معظم أراضي المعركة وبالإضافة إلى إشرافها على نقطة واسعة من جرود فليطة والسهل الممتد حتى جرود بلدة عرسال. إلى ذلك سلمى، المجموعات المسلحة كما ذكرنا انسحب جزء كبير منها إلى الأراضي في جرود عرسال. على الفترات السابقة دارت اشتباكات عنيفة بين داعش وجيش الفتح، أي جيش الفتح وجبهة النصرة والفصائل المنضوية تحتها. حتى الآن المقاومة أصبحت تسيطر على أكثر من 80% من المساحة التي كانت تسيطر عليها جبهة النصرة في القلمون، أي هناك ما زال هناك 350 كيلومتر مربع، أي هي مساحة جرود بلدة عرسال بالإضافة إلى جرود بلدة فليطة وهذه التلة التي تدعى مرتفع صدر البستان. وبالتالي تصبح كامل المناطق التي كانت تحت سيطرة جبهة النصرة بدون الجرود اللبنانية، أي فقط القطعة جرود بلدة عرسال، تصبح تحت سيطرة المقاومة. وبالتالي حتى الآن العيون شاخصة باتجاه كلمة الأمين العام هذه الليلة لتحديد مسار العمليات القادمة، لا سيما أن المقاومة حتى الآن لم تحدد مسار للعمليات أو مراحل لهذه العملية. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الساحلي مراسل الميادين، كنت معنا من السلسلة الشرقية اللبنانية.
في غضون ذلك، أكدت مستشارة الرئاسة السورية الإعلامية والسياسية بثينة شعبان، أكدت أن من البديهي أن يقاتل الجيش السوري والمقاومة معا في القلمون، لأن الأرض واحدة والعدو واحد. وأكدت شعبان في لقاء مع الميادين أن حلفاء سوريا في إيران وروسيا مستمرون في دعمها. معركة القلمون معركة مشرفة، وأعتقد أنها معركة بغاية الأهمية. وكما قلت الآن، أنا أرى من الطبيعي أن أرى المقاومة اللبنانية وربما الجيش اللبناني مع الجيش السوري مع الجيش العراقي، لأن العدو هو يستبيحنا جميعا، يستبيح جغرافيتنا وتاريخنا. فالأمر البدهي والمنطقي أن نتوحد جميعا في مواجهة هذا العدو، وأن نهزمه على أرضنا، وأن تبقى الأرض لشعوبنا. وبخصوص قمة كامب ديفيد، أكدت شعبان أنها لم تحقق أهدافها، معربة عن أسفها لأن بعض من يدعي العروبة ذهب إلى الرئيس الأمريكي ليساعده في استهداف بلد عربي. للأسف أن بعض من يسمون أنفسهم عربا ويلبسون الذي العربي يذهبون إلى رئيس الولايات المتحدة لاستهداف بلد عربي، يعني لتمكينهم من استهداف بلد عربي وليس لمساعدتهم في دعم شأن عربي أو حل قضية عربية. من كل ما قرأت وجدت أن القمة لم يرجعوا بما يريدون، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة يعني سوف تخضع لما يتصورون أن انه رايهم. انا وجدت بها فوتو اوبورتونيتي، يعني للصور مع الرئيس اوباما كي يشعروا بانهم مهمون. نددت حركة حماس بالقرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون، واعتبرته قرارا مؤسفا وصادما لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة، حيث أن بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع، وبعضهم أسرى في سجون الاحتلال كالأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 عاما. محكمة جنايات القاهرة كانت قد أحالت أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وقادة بارزين في جماعة الإخوان على المفتي لإبداء الرأي الشرعي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام في قضيتي اقتحام السجون والتخابر. قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلى كل من المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، محمد إبراهيم البلتاجي، أحمد محمد عبد العاطي، الحسن محمد خيرت سعد الدين الشاطر، سعد عبد اللطيف الشاطر. وحددت جلسة 2/6/2015 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الحاضرين وعلى النيابة العامة إحضارهم من محبسهم لتلك الجلسة. وفي قضية اقتحام السجون، قضت محكمة جنايات القاهرة بإرسال أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادة من الإخوان إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي. قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلى كل من المتهمين يوسف عبد الله القرضاوي، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، محمد مرسي عيسى العياط، عصام الدين محمد حسين العريان. وحددت جلسة 2/6/2015 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الحاضرين وعلى النيابة العامة إحضارهم من محبسهم لتلك الجلسة. رفعت الجلسة. وفي مصر أيضا، قتل 3 قضاة مصريين بالرصاص في سيناء، وكان قد استشهد أمين شرطة بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة كرداسة. مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة أوضح أن 6 ملثمين فتحوا نيرانهم باتجاه أمين الشرطة ولاذوا بالفرار، وأضاف أن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها أو وجودها في المنطقة وبدأت حملة تمشيط لضبط الجنات.
وينضم إلينا من القاهرة مساعد وزير الخارجية السابق السفير عبد الله الأشعل. سعادة السفير، أهلا بك. هذه الحالة الأولى التي يحال فيها رئيس إلى المفتي. في هذه الحالة في القانون المصري، هل سيكون رأي المفتي أساس في هذه القضية أم أنه استشاري وغير ملزم؟ رأي المفتي استشاري من ناحية القانونية، ولكن إذا كانت المحكمة قد أحالت على سبيل المناورة فإن رأي المفتي إذا كان معارضا فإن ذلك يعني يدفع، يعني يعطي فرصة للقاضي لأن يتراجع. لكن من ناحية القانونية رأي المفتي يعتبر استشاريا، وإذا أحالت المحكمة إلى الأوراق القضية إلى المفتي فهي تريد فقط أن تستأنس برأيه من ناحية الشرعية، وهو عادة رأي استشاري. ولم يحدث في تاريخ القضاء المصري أن اعترض المفتي وبعد ذلك أخذت المحكمة بهذا الاعتراض. طيب، هل من علاقة ما جرى اليوم في سيناء، مقتل 3 قضاة مصريين، هل من علاقة ما بين الحكم؟ هل من رابط؟ هل من تفسير؟ سوف يكون هناك رابط دائما مفترضا على الأقل، إن لم يكن هناك من خلال التحقيقات، لأن كل هذه الأحكام تصدر منذ 3 يوليو 2013 في إطار الصراع بين السلطة القائمة وبين الإخوان المسلمين. ولذلك فإن لست مندهشا من هذه الأحكام، ولكن الذي يندهش له أن قضية بهذه الخطورة لا يعرف الرأي العام تفاصيلها. يعني إذا كانت مسألة تتعلق بالتخابر فإن هذا التخابر لابد أن يكون هناك وثائق، ولكن الذي نشر في الصحف المصرية مجموعة من المعلومات الغريبة جدا، أفلام وغيره من المعلومات، لا أدري إن كانت الصحف المصرية لها علاقة لها بمجرى القضية أم أن ذلك يؤدي إلى نشر رأي عام مخالف تماما لأحكام القضاء المصري. وفي كل الأحوال فإن الإعلام المصري هو في قبضة السلطة، ليس هناك شيء حر مطلقا في هذا الوطن. وبالتالي ما القصد من هذا الكلام المهم الذي تفضلت به؟ القصد أنه يعني عندما يكون هناك لحظة مواجهة حقيقية مع الحقيقة فإن هناك كلام آخر سوف يقال. في عبارة أخرى فإن هذه الأحكام جميعا سواء اللي صدرت اليوم أو غيرها تدخل في إطار المساومات السياسية إذا كانت هناك نية للمصالحة بين الإخوان وبين النظام. طيب، هكذا أحكام من شأنها أن يعني ماذا تفعل في الشارع المصري؟ من شأنها أن ماذا تسجل في التاريخ المصري وفي القانون المصري؟ لا، هناك فرق بين الشارع المصري وبين التاريخ القانوني لمصر والتاريخ القضائي. التاريخ القضائي لمصر في المرحلة القادمة سوف يسجل أن هذه المرحلة مرحلة غريبة تماما على القضاء المصري. القضاء المصري كان دائما هو حصن الحقوق والحريات والذي كان يدفع تغول السلطة السياسية، ولكن في هذه المرحلة هناك وضع مختلف. نعم. أما فيما يتعلق بالشارع المصري فأنا أظن، وأنا واحد من الشارع المصري ودائما في الشارع، لم يعد مكترسا بما يصدر من أحكام. شكرا جزيلا لك مساعد وزير الخارجية السابق السفير عبد الله الأشعل على هذه المداخلة، كنت معنا من القاهرة. وإلى اليمن، حيث اندلعت اليوم مواجهة عنيفة على الجبهة الشمالية لعدن. مصادر محلية وشهود عيان قالوا أن قصفا متبادلا بالأسلحة الثقيلة واشتباكات ضارية تدور في شمال عدن وتحديدا في محيط بلدات الممدارة والشيخ عثمان ودار سعد، امتدت لتشمل طريق العريش الواصل إلى ساحل أبين، مشيرين إلى أن عددا من القذائف سقطت في الأحياء السكنية في دار سعد والممدارة من دون أن يبلغ عن وقوع ضحايا حتى الآن. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أحمد، أهلا بك. أمام الحديث عن اشتباكات والحديث عن غارات وخروقات كثيرة للهدنة واستشهاد الأطفال والنساء، هل يمكن القول أن الهدنة فشلت ولا داعي للحديث أكثر عن هدنة والاشتباكات مستمرة والكلام للميدان؟
مرحبا سلمى. قبل ذلك سأبدأ من المعلومات التي وصلتني قبل قليل من تعز. هذه المعلومات تتحدث عن مقتل مواطنين اثنين بانفجار دراجة نارية مفخخة في جولة عدن بتعز وسط اليمن. وهناك معلومات أخرى أو مصادر محلية أخرى تتحدث عن تفجير انتحاري لنفسه في نفس المكان تقريبا. بالنسبة للهدنة سلمى، يمكن الحديث عن خروقات مستمرة من الجانب السعودي، هذا ما قاله مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية. قبل قليل تحدث هذا المصدر عن كثير من الخروقات المستمرة، عن تحليق مستمر لطائرات التحالف السعودي فوق العديد من المناطق الحدودية في محافظتي صعدة وحجة. أيضا هذا المصدر تحدث عن قصف عدد من المناطق في صعدة وحجة بالصواريخ والمدفعية والدبابات والرشاشات. أيضا قال بأن قذائف رشاشات عيار 23 أطلقت من جبل تويلق باتجاه مثلث شداء والحصامة والمنزالة الحدوديتين، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ على بعض المناطق الأخرى في حجة كالمزرق وأيضا ميدي في حجة إلى الغرب من اليمن. وبالتالي يمكن الحديث عن خروقات مستمرة، عن هدنة أيضا في المقابل متماسكة ما زالت حتى هذه اللحظة على الأقل بالنسبة للجانب اليمني أو للقبائل اليمنية التي كانت خلال الأيام الماضية تقوم بالرد على مصادر النيران في الأراضي السعودية. المصادر العسكرية وأيضا المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية يتحدثون عن تمسكهم بالهدنة وعن عدم الانجرار إلى رد الفعل بحسب ما قالوا، لكن في حال استمرت الخروقات قد يكون هناك رد كما تقول هذه المصادر. الأمر بالنسبة للخروقات أو المستمرة على في ما يتعلق بالهدنة لا تقتصر على الجانب السعودي على الحدود، هناك أيضا خروقات مستمرة تتمثل في استمرار الاشتباكات الدائرة في تعز وفي مأرب وفي المناطق الجنوبية كعدن وأيضا مناطق أخرى. وهناك أيضا الآن توتر كبير في محافظة الجوف بعد استحداث نقاط عسكرية من قبل عناصر أو مسلحي الإصلاح هناك، وتحديدا في منطقة خب الشعف وفي اليتمة. وهذا الأمر يعني أن معارك جديدة قد تندلع في محافظة أخرى في الجوف شمال اليمن. ربما الهدنة قد تتماسك أكثر، ربما قد نشهد أيضا تمديد لهذه الهدنة، وأيضا في المقابل قد تستمر الخروقات. لكن من يضمن أن تستمر الهدنة إذا ما استمرت هذه الخروقات وبشكلها الحاصل الآن؟ المواجهات الدائرة في تعز، هناك ضحايا بالعشرات من المدنيين، هناك قصف متبادل من طرفي المواجهات، قذائف تسقط على الأحياء السكنية، تدمير لعدد كبير من المنازل، تضرر عدد من المحال ونهب لهذه المحال. الوضع مأساوي وكارثي في هذه المدينة. طيب أحمد، إلى أي درجة شكلت هذه الهدنة بهذا الواقع الذي حدثتنا عنه، إلى أي درجة شكلت هذه الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس من قبل السكان، من قبل الأهالي؟ ربما لم يحدث هذا الأمر بالنسبة على الأقل في تعز وفي عدن وفي بعض المناطق الأخرى. ربما سكان العاصمة صنعاء تخففوا من هذا الأمر بشكل كبير. هناك انفراجة ولو طفيفة فيما يتعلق أو نسبية فيما يتعلق بالمشتقات النفطية. هناك أيضا تطمينات من قبل مصادر مسؤولة في محطة مأرب الغازية. هذا المصدر المسؤول الذي نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الفرق الهندسية قد تباشر العمل على إعادة إصلاح خطوط الطاقة خلال الساعات المقبلة إن لم يحدث أي طارئ. نعم. أيضا هذا المصدر دعا الأطراف السياسية إلى منح أو إعطاء فرصة للمهندسي الطاقة بمباشرة أعمالهم. وبالتالي قد يستغرق هذا الأمر 4 أيام. نعم. بحسب ما قاله. وبالتالي هذا الأمر قد يحدث نقلة أو تحول كبير في هذه النقطة تحديدا، وخصوصا ونحن نتحدث بأن التيار الكهربائي منقطع منذ شهرين. هذا الأمر أيضا قد يكون له الكثير من التأثير على سكان المناطق الأخرى. لكن بالنسبة لصنعاء، الأزمة المشتقات النفطية ما زالت قائمة. بالنسبة للنازحين أيضا لم تصل إليهم الكثير من المساعدة الإغاثية، هناك وضع مأساوي بالنسبة للنازحين في عمران وفي المناطق الحدودية أو على الشريط الحدودي في حجة. نعم. وعمران. وأيضا هنا
في صنعاء ويستمر الوضع على حاله في تعز وفي المناطق الجنوبية أحمد الأخرى. عبد الرحمن سمع. مدير مكتب الميادين في صنعاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. نذهب إلى عدن وينضم إلينا الصحفي عبد الخالق الحود. عبد الخالق، ما الجديد لديك؟ ماذا يجري الآن؟ نعم، قبل ظهر اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة على المساحة الواقعة باتجاه مدينة المندارة والشيخ عثمان وصولا إلى الطريق الواصل إلى حي العريش باتجاه محافظة أبيان. هذه الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة بما فيها الدبابات وأيضا أسلحة الكاتيوشا. بعض هذه القذائف وصلت إلى الأحياء السكنية الواقعة في مدينة المندارة وكذلك في مدينة الشيخ عثمان. الاشتباكات الآن خفت حدتها في هذه النصف ساعة الأخيرة. المقاومة الجنوبية تقول بأن قوات من الجيش وحدات من الجيش حاولت التوغل باتجاه محافظة عدن إلى الطريق الواصلة إلى حي المندارة وكذلك الطريق الواصلة إلى حي الشيخ عثمان مرورا حي دار سعد. الاشتباكات إلى الساعة لم تخلف جرحى وقتلى بين صفوف المواطنين بحسب مصادر طبية. عدا ذلك فباقي جبهات المواجهات فيها متقطعة وهي عكس ما كانت عليه في الأيام السابقة الماضية، تحديدا جبهتي الضالع وكذلك في محافظة أبيان، عدا محافظة شبوة التي بقيت فيها الاشتباكات على أشدها في الطريق الواصلة إلى مدينة عتق، تحديدا في مفرق الجلفوز. نعم عبد الخالق، على شمال مدينة عتق. عبد الخالق الحود الصحفي، كنت معنا من عدن في اليمن، شكرا جزيلا لك. مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي اتهم من وصفها بالدول المسلمة المغرر بها بالوقوف وراء التدهور الأمني والقتل في اليمن. وفي مناسبة المبعث النبوي الشريف أكد السيد خامنئي أن بلاده ستدافع عن الشعوب المظلومة بقدر ما تستطيع. ملة اليمن مظلومند. اليوم الشعب اليمني شعب مظلوم ويعاني أسوأ ظلم، وفي شهر رجب أحد الأشهر الحرم. مشركو مكة كانوا يوقفون الحرب في الأشهر الحرم، اليوم هناك أسوأ وأقبح من مشركي مكة. هناك أشخاص حولوا منازل اليمنيين خلال الأشهر الحرام إلى منازل عزاء وحداد. الشعب اليمني شعب مظلوم، والشعب البحريني شعب مظلوم، والشعب الفلسطيني يعاني من ظلم مزمن، ونحن ندافع عن المظلوم بالقدر الذي نستطيعه، وهذا واجب علينا. المرشد خامنئي اتهم أمريكا بأنها الداعم والمصمم للإرهاب، وأن إيران حربت الإرهاب ووجهت له صفعة وضربة قاسية وستفعل الشيء نفسه من الآن فصاعدا أيضا. أنتم تدعمون الإرهاب، أمريكا تدعم الكيان الصهيوني وهي من أوجدت داعش، وتدعمه وتدعم إرهابيي سوريا الذين يحرقون الناس أحياء ويشقون صدور الموتى ويأكلون قلوبهم. أنتم من استهدفتم المدنيين الأبرياء بطائراتكم في باكستان وأفغانستان، أنتم الإرهابيون. نحن ضد الإرهاب وسنحارب أي إرهاب، ووجهنا له صفعات ودككنا مجموعاته وسنظل كذلك. المرشد خامنئي قال إن أمريكا ستعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وإن رأت ذلك ضرورة لمصالحها، واعتبر أن أمن الخليج يقع على عاتق الذين يعتبرونه بيتهم. أمن منطقة الخليج الفارسي هو لمصلحة دول المنطقة، لدينا منافع مشتركة ونحن جيران، وأمن الخليج هو لمصلحة الجميع وأمنه أمننا جميعا، وإذا ما تعزز أمنه فإنه ينعكس علينا جميعا، ومن يحفظ أمن الخليج هم ساكنوه. في غضون ذلك تواصل سفينة المساعدات الإيرانية مسارها باتجاه ميناء الحديدة اليمني، وينتظر الفريق الطبي الإيراني الموجود على متن السفينة لحظة رسوها للمساهمة في إيصال الأدوية إلى المحتاجين من اليمنيين فضلا عن مساعدة الجرحى والمصابين. حازم كلاس والتفاصيل. سفينة الإنقاذ الإيرانية تواصل طريقها من بحر العرب إلى خليج عدن ومنه إلى ميناء الحديدة في اليمن، ما يقارب نصف المسافة البالغة 2800 كيلومتر قطعتها حتى الآن إيران شاهد. نتجول على متنها المحمل بأكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية، أكثر من 2000 طن منها مواد غذائية من أرز وطحين ومعلبات، إضافة إلى ما يقارب 100 طن من الأدوية.
مع فريق الهلال الأحمر الإيراني المتواجد على متن سفينة الإنقاذ، توجهنا إلى هذه المخازن مستقصين محتوياتها. مثلاً هذه بعض الأدوية كما تشاهدون، وهناك العديد من الأنواع نحملها معنا. على سبيل المثال هذا الدواء مفيد وضروري خاصة للأطفال، وهنا يوجد أيضا سيروم وهو مفيد خاصة في الجراحات البسيطة. لقد حاولنا إعداد قائمة الأدوية بناء على حاجات وزارة الصحة اليمنية. أدوية أخرى تحملها السفينة في ثلاجات خاصة للحفاظ عليها طوال المسافة الطويلة التي تقطعها. فريق من الأطباء المتطوعين أيضا يرافق سفينة الإنقاذ في رحلتها إلى اليمن. الفريق الطبي المرافق لسفينة الإنقاذ من الأطباء المتطوعين، وهم من اختصاصات مختلفة مثل الجراحة الصدرية والعظمية والتجميل إضافة إلى التخدير والإسعاف، وهذا قليل على أي حال خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن استخدام السعودية أسلحة محرمة دوليا. حق الحياة واحد من أبسط حقوق الإنسان، لكنه في بعض الأماكن بات من أصعبها. رسالة هؤلاء هي رسالة إيصال أدوية وأغذية، وليست رسالة تجاذب سياسي كما يقولون. حازم كلاس، مصطفى دادخاه، من على متن سفينة الإنقاذ الإيرانية المتجهة إلى اليمن، الميادين. نبقى معك حازم كلاس، وتنضم إلينا من على متن سفينة المساعدات الإيرانية المتجهة إلى الحديدة في اليمن. حازم، أين أنتم الآن وكم هي المسافة المتبقية للوصول إلى الحديدة؟ نعم سلمى، في الحقيقة يعني يمكن القول أن سفينة الإنقاذ الإيرانية وصلت إلى نصف المسافة تماما أو أقل بقليل. المسافة كلها تبلغ حوالي 2800 كيلومتر، وهي لا تزال تشق طريقها. ربما الكاميرا تستطيع أن ترصد السفينة وهي تتحرك. بكل أحوال هذه السفينة تتحرك الآن في بحر العرب، وهي عبرت بالقرب من ميناء السلالة، آخر الموانئ العمانية على الشط الجنوبي لسواحل عمان، وهي تتجه باتجاه خليج عدن. مساء هذا اليوم حسب ما أخبرني قبطان السفينة، حيث أتحدث إليكم من غرفة قبطان السفينة أيضا، ستعبر السفينة من المياه الدولية المحاذية للسواحل العمانية لتصل إلى المياه الدولية المحاذية للسواحل اليمنية. ومساء غد ومساء أو حتى يمكن القول ظهر غد ستصل إلى خليج عدن، وستواصل طريقها باتجاه باب المندب وإلى ميناء الحديدة في اليمن. طبعا عندما تصل السفينة إلى خليج عدن فهناك طريق واحد تسلكه جميع السفن هناك. هذه السفن تسير خلف بعضها البعض نظرا للطبيعة الجغرافية لخليج عدن، وأيضا وصولا إلى باب المندب. مجرد وصول السفينة إلى خليج عدن هناك احتمالات كثيرة تدرس في إيران من أجل حماية هذه السفينة وعدم السماح بتعرضها لأي نوع من أنواع التحرش أو أي نوع من أنواع المضايقات. يعني احتمالات كثيرة، بعضها يتحدث عن تواصل ربما مع الأسطول 34 لإيران المتواجد في خليج عدن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، واحتمالات كثيرة ربما لا يرافقها أحد. كل هذه الاحتمالات يتم دراستها، وبمجرد وصول السفينة إلى خليج عدن سيتم اتخاذ القرار اللازم بهذا الصدد نظرا للتطورات السياسية والأمنية. حازم، انطلاقا مما ذكرته، هل يمكن القول أنه كل الاحتمالات مفتوحة؟ بالتأكيد كل الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لإيران من أجل حماية هذه السفينة ومن أجل إيصالها إلى ميناء الحديدة في اليمن تحديدا وليس أي ميناء آخر. شكرا جزيلا للزميل حازم كلاس، كنت معنا من على متن سفينة المساعدات الإيرانية المتوجهة إلى ميناء الحديدة في اليمن. لا يتوقف صراع الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي على حقهم في أرضهم. الرواية التاريخية والذاكرة والأشياء التراثية الجميلة المتوارثة هي جزء من معركة الوجود الفلسطيني. هناء محميد. We'll be right back.
غضب الفرح، الحجارة تهاوت، ومن عمرها بعرق العمر ولهفة الحياة خرج قصرا مخلفا كل شيء. لكن هنا في بيت أبي جمال يمكن أن نستعيد ولو القليل من عبق التاريخ. هاي الأشياء أول شيء بجمعها حب لأني بحبها، ثاني شيء الإشي اللي بنفسي من كل قلب أستقبل الناس من أولاد صغار لأختي ريد، حببني فيها لأن شغل بلادنا شغل فلسطين. للحفاظ على الذاكرة، لاستعادة شيء مما فقد، ولتوريث ما لم يعد بالإمكان توريثه إلا بالحكاية ورعشة الروح، يجمع الكثير من الفلسطينيين ولو على نحو متواضع وبسيط أغراضا كانت زينة البيت الفلسطيني وعماده قبل النكبة. عندنا أغراض لجن، عجين، قدر للطبيخ، راديو قديم كلهن عمرهن في من 70 إلى 80 سنة، في كبعة للخياطة، طوابع كعك. هاي الأشياء كلياتها جمعناها احتفظنا فيها عشان قد ما نقدر نحافظ على تراثنا، على تاريخنا، على أجدادنا، ونورثها كمان لأولادنا ولأولاد أولادنا. في صراع الرواية التاريخية مع الصهيونية، يقلب أهل البلاد صفحات الماضي إثباتاً لوجودهم في الأرض منذ القدم. في التجول في هذا المكان بين آلاف القطع من الأدوات والأغراض الفلسطينية القديمة، متعة فائقة لأنه ببساطة ينعش الذاكرة ويغني المعرفة. هناء محميد من مدينة الطيبة، الميادين. $30 مليون مبلغ جناه كل من هيلاري كلينتون وبيلي كلينتون منذ بداية العام الماضي، 25 مليونا منه جاءت مقابل إلقاء نحو 100 خطاب. الخطابات درت الملايين على وزيرة الخارجية السابقة، فمنذ مغادرتها الوزارة تقاضت ما قد يصل إلى $250,000 مقابل الخطاب الواحد، وجنت نحو $5 ملايين كعائدات من كتابها الأخير بحسب وثائق مقدمة إلى الإدارة الأمريكية. أهلا بكم. زيارة الأمير هاري لنيوزيلندا ختمها بمباراة ودية مع شبان من السكان الأصليين، فكان نجمها بعدما سجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة. نجل ولي عهد إنجلترا قاد فريقه إلى الفوز 7-6، وقد ارتدى قميصا أبيض حمل اسم ويلز. المباراة تهدف إلى الترويج لكأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما التي تستضيفها نيوزيلندا نهاية الشهر الحالي. هذا وكان الأمير الشاب قد شارك جنود الجيش النيوزيلندي في أداء رقصة الهاكا التقليدية خلال زيارته معسكرا في جزيرة نورث آيلاند. يذكر أن الأمير هاري يخدم في الجيش البريطاني منذ 10 أعوام، وهو يعرف باسم كابتن ويلز، كما أنه خدم مرتين في أفغانستان. عشر عاماً قضاها ستيفن جيرار مع ليفربول، واليوم حان موعد الرحيل والوداع الأخير بعد مواجهته لكريستال بالاس. قائد الريدز سيغادر قلعة أنفيلد وفي قلبه غصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو لم يحرز البطولة المحلية طيلة مسيرته. ابن 35 عاماً قضى حياته الاحترافية مع ليفربول على أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي الموسم المقبل ويرتدي قميص لوس أنجلوس جالاكسي. المدرب براندن روجرز وصف لاعبه بالعاشق لليفربول المدينة، فأنشأ المستشفيات والجمعيات الخيرية ووضع بصمته في قلوب المواطنين.
قد يكون باريس سان جيرمان على موعد لتتويج بلقب الدوري الفرنسي في حال الفوز أو التعادل أمام مضيفه مونبوليي. النادي الباريسي بحاجة لنقطة واحدة كي يحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي. الغيابات المؤثرة تعاني منها تشكيلة المدرب لوران بلان في ظل إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وإيقاف تياغو موتا وماركو فيراتي. اللقاء في الجنوب الفرنسي سيشهد عودة المدافع دافيد لويز بعد غيابه عن المواجهتين الأخيرتين. لا تزال الأحداث في ملعب لابومبونيرا محور الاهتمام بل اهتمام الصحافة العالمية بعدما رمى جمهور بوكا جونيورز مادة حارقة على لاعبي ريفر بليت. رئيس نادي البوكا دانييل أنخليك أكد احترام قرار اتحاد أمريكا الجنوبية مهما يكن لأن المباراة كانت في إطار كأس ليبرتادوريس. مدرب الفريق أسف للحادثة ووصف تصرف الجمهور بأنه وصمة عار للكرة الأرجنتينية. التقرير الطبي أفاد بأن 4 لاعبين من ريفر بليت خرجوا في الساعات الأخيرة من المستشفى. في أخبار السلة الأمريكية، فاز أتلانتا هوكس على ضيفه واشنطن ويزردز في المباراة السادسة لنصف نهائي المنطقة الشرقية فحجز مكانه في النهائي للمرة الأولى. خطف صاحب الأرض بطاقة التأهل بعدما حسم السلسلة لمصلحته بنتيجة 4 انتصارات في مقابل 2. قاد ديماري كارول أتلانتا إلى الفوز بتحقيقه ثنائية مزدوجة فسجل 25 نقطة والتقط 10 متابعات. المباراة كادت تشهد وقتا إضافيا بعد ثلاثية نجم واشنطن بول بيرس لكن الحكم عاد إلى شريط الفيديو وتأكد من انتهاء الوقت قبل تنفيذ الرمية ليعطي الفوز لأتلانتا. في أخبار كرة السلة أيضا ونختم من أوروبا، فقد تأهل ريال مدريد إلى نهائي يوروبا ليج بعد الفوز على ضيفه فنربتشي التركي. الفريق الملكي لكرة السلة حقق ما عجز عنه نجوم كرة القدم، حجزوا مقعدهم في النهائي لمواجهة أولمبياكوس اليوناني. النجم المكسيكي جوستافو أيون كان حاسما في رمياته فتربع على قائمة الهدافين ب30 نقطة على الرغم من مشاركته ل26 دقيقة. التاريخ سيعيد نفسه في المباراة النهائية حين تواجه ريال مدريد مع أولمبياكوس في نهائي عام 2013 يومها توج النادي اليوناني في العاصمة لندن.